فيلم على الزيرو ما عجبنيش. مش عاجبك كلامي انت حر. اذواق يا اخي. بص انا مش هتكلم عن الخط الدرامي وازاي هو ونيلي كريم اتعرفوا على بعض، الحاجات السينمائيه دي مع اني بحبها، بس هتكلم عن تاثير الفيلم الانفلونس اللي بيقول لك اسرق عربيه عادي انت كده بطل، تاجر في المخدرات عادي انت وحش، بيع اعضائك انت كده مضحي، اتخانق في مستشفى وهدد انك تولع فيها ولا في بوليس ولا حاجه. فيلم تاثيره السلبي 10 على 10. انا عايز اعرف البوصله بتاعتكم كانت رايحه فين وانتوا بتعملوا الفيلم. حتى الان ما شفتش فيلم حلو لمحمد رمضان، شكله دراما بس ولا ايه؟ المهم ان